هو انت ما بتشوفش يارا؟ هو انتوا مش مع بعض ليه؟ هو انتوا متخانقين؟ انت مين تطلع تسب وتغلط على بني ادم؟ الحمد لله وصلنا بالسلامة، يعني الا شوية تروح علينا الطيارة. انا سناريو بكيس طاقومي زي ما شفت فيديو خطي جدا على قناتي الهبية. سيامان شارك ستوريهات من بعد ما تم توثيق حسابه على انستغرام معبرا عن فرحته بذلك. إسلام ويارا وضحوا بستوريهات عن السبب اللي خلاهم يغيبوا عن بعض وما يصوروا مع بعض بالسوشيال ميديا من بعد ما طلعت إشاعات أنه في مشاكل بينهم. إيه مع يارا؟ هو أنت ما بتشوفش يارا؟ هو أنتوا مش مع بعض ليه؟ هو أنتوا متخانقين؟ ما فيش، قولي ما فيش أي حاجة. ما في، بس شوي. ما لا، عشان والله بيصدق. لا ما في يا جماعة، هي دايما خارجة مع صحباتها البنات، أنا أعمل إيه؟ وأنا دايما مع أصحابي بس، ولما بكون معاها ما بصورش على طول. هي ماي بيست فريند، يعني مستحيل اسيبها، والله لو ايه حصل ما اقدرش اسيبها. صح ولا غلط؟ صح. من بعد ما شال الفولو كل من نور مار وقمر ومحمد مار وانور مار عن ناهد، شارك ناهد فيديو كامل على يوتيوب حكى فيه انه لما صور مع يارا انزعجوا الشباب منه وهذا اللي خلاهم يعملوا له انفولو، وحكى انه ما في بينه وبين نور مار اي مشاكل ثانيه وما رح يزعل عن صديقه أبدا، وعاتب فئة من متابعين نورمار عن الهجوم اللي شنوه عليه وعلى يارا بعد الأنفولو من نورمار، خاصة أنه يارا يتيمة. شو رأيكم باللي صار بينهم؟ قمر شاركت فلوغ رحلتها على قناتها على يوتيوب، فسافرت قمر للعراق من بعد ما حاول الجمهور يحذر لوين رح تسافر قمر، في منهم يلي كانوا على صواب ومنهم اللي كانوا مخطئين، فشاركت قمر هالستوري علقت من خلاله بي للي زعلوا اني ما رحت للمكان اللي ببالهم، لا تزعلون لانه ناوية وعن قريب بس اراد لها تجهيز، واللي فرحوا اني ببلدهم ان شاء الله اشوفكم كلكم ودا افكر اسوي تجمع. بيسان عملت فعالية على ستوري انستغرام فحطت بوكس كتبت من خلاله اشاعات سمعتوها عني، والسؤال الاول كان انه انت مخطوبة، واجابت بيسان بي نو، والسؤال الثاني كان رح تصبغي شعرك أزرق، وأجابت بي يمكن، والسؤال الأخير كان رح تمثلي في مسلسل جديد، وعلقت بيسان بي قريبا عندي مسلسلات مو مسلسل واحد. سيدرا ومن بعد ما شاركت هالستوري وعلقت بإيموجيز الإسعاف، شاركت ستوري ثانية بيّنت فيها أنها عم بتعاني من الالتهاب بالجلد بسبب الباعوض، والحمد لله ما طلع في شي خطير. نارين رجعت من جديد ليوتيوب بعد انقطاع دام أسبوع بسبب المرض، والفيديو كان جدا مؤثر، فبمناسبة الـ 12 مليون مشترك قرر أخوها شيرو يهديها 16 هدية، من بينها كان درع التيك توك بمناسبة المليون متابع وساعة رولكس اللي خلتها تبكي خلال التصوير. مبروك برو.